السلام عليكم. اليوم نقدم لكم الفقاس المالح والحار اللي منسم بثلاثه ديال انواع ديال التنسيمات. غنحتاجو فيه نص كيلو ديال الطحين، زيت البلديه، ملحه، خرطه مطحون، الابزار، تحميره سودانيه او الحار، جوج بيضات، ثلاثه ديال الفرماجات، 120 غرام زبده، الزيتون كحل مزولين لين العظم ومدعوك بمعلقه صغيره، وغنحتاجو نصف معلقه صغيره ديال خميره الحلوه والزعتر، وغنجمعوه بشويه ديال الماء. اول حاجه غنبداو بها هي غنخدمو الزبده ديالنا مع الفرماج والبيض وشويه الملحه. غنخدمو مزيان هاد الزبدة والفرماج والبيض مع الملحة، بطبيعة الحال ملي نخدموهم مزيان دابا غنزيدو معلقه كبيره ديال زيت البلديه، وغنزيدو معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه، وغادي نزيدو الطحين شويه بشويه. دابا بعد ما كملنا الطحين ديالنا غادي نبداو نجمعوه شي شويه بالماء، العبار بيدينا وبعينينا حتى دابا غادي نحاولوا نقسموا العجينه ديالنا بتساوي ثلاثه ديال القسمات، كل قسمه غادي نديروا فيها نسيمه خاصه بها. غادي ناخذوا القسمه الاولى غادي نزيدوا فيها الخرقوم مطحون باش نحصلوا على اللون الاصفر، ونزيدوا فيه الزعتر، الزعتر تنحاولوا نحكوا بيدينا، غادي نجمعو هاد العجينة. Thank you.
لا غندوزو للون الثاني او التنسيمه الثانيه اللي غادي تكون بالتحميره والحار. الحار على حسب الذوق، على حسب الجهد. انا درت انايا غير معلقه صغيره، اللي بغى يزيد الحرور يزيد. دابا غندوز اللون الثالث اللي على طبيعه الحال غنزيدو فيه الابزار والزيتون كحل. الابزار حتى هو كيبقى على حسب الجهد الواحد، على حسب الذوق. الزيتون كحل مزولين على العظم ومدعكينو مزيان بمعلقه تيولي شبه معجون، وعاد كنخلطوه. دابا غادي ناخذ شي شويه ديال العجين وغادي نصنعو حريبله زرقاق. غادي نقطعو هاد القطعه ديالنا الصغار، كنا نوضعوها مباشرة في الطاوة. دابا نفس العملية بالنسبة للتنسيمة الثانية، ناخذ شوية ديال العجينة عاود ونصنعو حريبلة زرقاق ونقطعوهم على نفس الطريقة ونوضعوهم في الطاوة. النوع الثالث أو التنسيمة الثالثة هي نفس الشكل، نصنعو حريبلة زرقاق ونقطعوهم. بالنسبه للقيقص ديالنا هما هادو، طبيعه الحال الطاوة كتكون مدهونه بالزيت وكننحطوهم الا كانت الطاوة ما كتحرقش طبيعه الحال، اولا الا كانت بحال هذا الشكل كنحاولوا نستعملوا بهذا البابي كويسون وكنفرشوا الفقاس ديالنا وكندخلوه الفران على عافيه مهيله بطبيعه الحال مع التحريك مره مره، يعني كنوقفوا عليهم ساعه ساعه كنحركوهم.